متابعي تونس الرقمية تونيزي نوميريك عسلامة ومرحبا بكم. كما نعرفوا الناس كل الانتخابات الرئاسية على الأبواب، عنا برشا مترشحين باش يكونوا معاهم لقاءات متتالية باش يعرفوا رواحهم وباش نحكيوا في برشا مواضيع. أول ضيوفنا المرشح الانتخابات الرئاسية ولي تونس سابقا، ولي أريانا سابقا، ووزير العدل سابقا، السيد عمر منصور. سي عمر عسلامة ومرحبا بك في تونيزي نوميريك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سي عمر، باش تكون عنا مجموعة من الأسئلة باش نطرحوها على ضيوفنا المرشحين الانتخابات الرئاسية كل. أنت أول ضيوفنا، وباش نبدأ بالسؤال المعتاد. سي عمر، كنت تعرف روحك؟ الناس اللي ما تعرفش عمر منصور ما تعرفش باركورو، الحياة السياسية، الحياة المهنية والحياة الخاصة، كنت تعرف روحك للناس اللي تبعوا فينا شكون عمر منصور؟ عمر منصور من مواليد سنة 1958 بالحلفوين من منطقة تونس العاصمة، أصيل الجنوب من حامد جابس. قريت في السبقية ابتدائي وثانوي، ثم تعليمي العالي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس العاصمة في الكمبيوس. تخرجت سنة 83، دخلت للقضاء كارير كاملة، معناتها كارير كاملة في القضاء حتى سنة 1916. في المسار المهني نتاعي كنت مساعد وكيل الجمهورية، ثم كنت قاضي بجندوبة، فحاكم ناحية بكرومباليا، فمستشار لدعم محكمة السندات بتونس، فمكلف بمهمة بديوان وزير العدل سنة 94 حتى سنة 2000، وكنت معتني بالمشاركات الدولية المتعلقة بالجرائم والجريمة المنظمة عموما، و كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع تقريبا، وأذكر كذلك إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المسائل المتعلقة بالجنائي العام. ثم كنت لمدة 8 سنوات عميد قضاء التحقيق، فوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سنين اللي هي تونس الغربية كلها، ثم رئيس دائرة بمحكمة التعقيب في سنة 2015 تقريبا. تاريخ تكليفي بوالي أريانا، بمهمة والي أريانا اللي قعدت فيها من أوت أواخر أوت من هذه من ذلك السنة 2016 تقريبا حتى لمدة 3.5 شهور بالضبط. ثم دعيت إلى مهام وزير العدل وكانت لمدة كذلك 7 أشهر تقريبا، ثم واليا على تونس لمدة تقريبا 11 شهر. تاريخ مغادرتي للموضوع، يعني الموضوع بالنسبة للدولة يعني في إطار الوالي والوزير كان تقريبا حوالي سنتين، ومدة عام والعام ونص انخرطت في سلك المحاماة لحد اليوم. عمر، فترة تواليك حياتي الخاصة، متزوج وعندي ثلاثة بنات. عمر، فترة تواليك لمنصب ولاية تونس كانت بقات راسخة في أذهان التونسيين، علاش؟ باش تفسر الحكاية هذه؟ أعتقد بكل بساطة أنه الشيء اللي يقعد في ذاكرة الناس ما هيش الأشخاص وما هيش الأسماء، اللي يقعد في ذاكرة الناس هو العطاء، هو الأداء، هو العمل اللي قدمته. المسؤول في أي مكان باش يمشي نهار من نهارات، يقعد نهار ولا عام ولا خمسة، لكن باش يغادر ويخلي مكانه لغيره. المهم شنو اللي باش يخلي وراها، يعني شنو الأثر، شنو البصمة اللي باش يخليها. أنا أعتقد الحاجة اللي خلت الباساج بتاعي في ذاكرة الناس هو العمل اللي قمنا به، ونأكد على أنه في هالبلايس هذوما اللي خدمتهم راهو مانيش وحدي، ديما نحب نذكر بها الناس اللي خدمت معايا كلهم بكبارهم بصغارهم، يعني بجميع الشرائح نتاعهم بما فيهم حتى الجمعيات والمواطنين اللي أنا كنت ديما نلمهم معايا ونخدموا بعضنا ونحسسهم أنه راهي بلادنا، إذا كان ما نخدموش مع بعضنا ما نجموش نقدموا، وهذاك فعلا الشيء اللي خلانا نقدموا، خاطر الناس كل عندها يد في الموضوع والناس كلها تجي تعاون، وحتى المواطن نمشي له لحكومته ونقعدوا معاهم ونشوفوا شنو نعملوا شنو ما نعملوش. دونك هذاك اللي خلانا، والعمل لازم يكون جدي، عمل صادق، ماهوش عمل مناسباتي، ماهوش عمل لك كيما نقولوا نتاعك عندك عندي وبرا، لا لا، أي عمل
كيف يكون عمل بعمق وبصدق تحسوا الناس معناتها ويفهموا ويقعد من بعد يقعد الناس ديما تذكرك بالعمل هذاك اللي ما فيش بعد نهار ولا اثنين ولا جمعة. اعتقد تقريبا هذا هو اللي قاعد في مخ الناس وهو هذا اللي ينتظروه الناس من المسؤول هو عطاء نتاعو وخنتو وجديتو وانكبابو على العمل نتاعو. واضح. عمر منصور السؤال الثاني، لو كنت في منصب رئيس الجمهورية حاليا كيف تشخص الوضع الحالي الذي تعيشه تونس على مختلف المستويات الاقتصادي الأمني الاجتماعي والسياسي؟ والله يشوف بكل صدق الوضع السياسي وحتى الأوضاع الأخرى كلها اللي كنت تحكي عليها يظل نظرتنا ولات مشتركة في تونس، معناتها ما هيش يعني ما ثماش عنده نظرة، حد عنده نظرة استثنائية ولا النظرة خاصة به. اليوم ثم إجماع كلنا التوانسة على بقول رداءة الوضع في تونس. الوضع السياسي كتشوف فيه يعني منخرم. الوضع السياسي المشكل نتاعه هو أنه الناس ولات هالسنوات الأخيرة كلها مش كان توا ولات الناس يعني كيقول مجموعات ولا حزاب ولا الكلها تغلب المصحة الخاصة على المصحة الوطنية، معناتها ثم سباق لمجرد الكرسي فقط. وهذا شدناه العوام الأخيرة كلها، معناتها الناس كل الهاجس نتاعها هو الوصول إلى الكرسي، ومصلحة البلاد نحسها اللي هي ماهيش في الأولويات. هذا هي الحقيقة. واللي نتج عليه شنو؟ اللي نتج عليه هو أنه هالسنوات الأخيرة كلها قاعدين نشوفوا في تقهقر لكل المؤسسات نتاعنا، تقهقر لدور الدولة. إذا كان ما نقولش نفكر الدولة خاصة بالمنظومة اللي عملناها بعد الثورة واللي هي النظام البرلماني هذا، تحسن حسنها الدولة. الدولة الحقيقة زادك في كيف هي على مسؤوليها وعلى المسؤولين تاعها معناتها. واعتقد أنه المسؤولين اللي أغلب مش ما نقولش الناس كل، لكن أغلبهم من ربما ما همش يعني في المناصب اللي لازم يكونوا فيها، وبالتالي كان الأداء ضعيف ياسر ما بخلينا نتراجعوا. الوضع عرف زاد التقهقر في كل حاجة تهم قيمة العمل، يعني عش نخدمو احنا في تونس. الانضباط ما ثماش، فوضى عارمة في كل شيء، غياب دور القانون. هذا يخلي المسألة خطيرة. الجوانب الأمنية بالرغم من المجهود اللي يقوموا به عديد الخيان من الأمنيين، لكن الامن زاد ماهوش في انت في المستوى اللي لازم يكون موجود. نشوفوا دايما احنا كل يوم مشكله التونسي هذا واقع نشوف فيه، هي البركاجات والسرقه والخطفه والاعتداءات المتكرره، ويعني حاجه وصلت الى حدود يعني مفزعه بالنسبه لكل تونسي. الناس والهاجس بتاعها هاجس امني، يخاف يمشي يخاف، يبدا موجود في بقعه يخمم على عائلته شنو احوالهم، صارتهمش حاجه مش مشكله. دونك هذا من الجانب الامني اللي هو هام ياسر، خاطر الجانب الامني هو الاساس لكل عمل في المجتمع. ما نجموش غير نجيو احنا نحبوا العباد تخدم وتستثمر والاجنبي يجي يستثمر، ونحبوا معناتها ننشطوا في قطاعاتنا كلها ونقدموها ونقدموا بها، والامن مش موجود. وقت اللي تشوف انت ساعه ساعه في بعض المناسبات كما العيد الكبير والا في وقت اللي يجي جني الصابات نتاع الفلاحيه او غيره، ويحس الصاحب الفلاحة ولا كذا وانه في نهارين نجم المحصول نتاعو يسرقوه له وعليه شو تمشي. يعني اعطيتك انا مثال بسيط باش الناس تفهم. هذا يعرقل ثم غياب منهجيه، من غياب استراتيجيات الواضحه. انا مثلا اليوم نتسائل ونقول علاش كما فتره الصيف هذيا الناس تشتكي من قله الماء، إذا كان ما نقولش من حباس ونعدام الماء من أساسه. الناس تقعد بلاش ضو يعني مدة نهار واثنين وضو مقطوع ولا ثلاثة، وثم بلدان ثم بعض المناطق اللي بالنسبة للماء عندما يمات معناتها في السخانة هذه يعني سيبورتابل يعني، وماناش فاهمين علاش يعني. وعمرها ما صارت لنا، أنا تو عندي مليانة صغير في تونس تو ولات عندنا مشكلة هذه في الصيف، ما ثماش ضو ما ثماش ماء يعني في وقت صعيب ياسر، في وقت صعيب ياسر. وهذه حاجه الحقيقه زاد ما تفهمش علاش، معناتها ما ثماش صوره والا جواب من المسؤولين المعنيين، وهذا اللي خلى ردود فعل التونسيين يعني كانت
تحس من القلق منهم والانزعاج، بحيث الوضع خاصة تم زاد نأكد عليه الوضع الأخلاقي اللي هو زاد هام ياسر. معناتها الوضع الأخلاقي في تونس الحقيقة ما يبشرش بخير، ما يفرحش. نشوفه في حاجات مش باهية يوميا في الشارع في الأماكن العمومية فعلا وقولا. اليوم في تونس ولينا نشوفه حتى في قنواتنا التلفزية، نقول بعض قنواتنا التلفزية حاجات يعني ما تخرش علينا في المجتمع التونسي، ناس مستعصى كلمباذي، ناس مستعصى يعني حاجات مش لايقة، مش متعودين بها يعني في تونس، مش متاعنا يعني. ثم فوضى يعني، ثم ديراباج يعني في كل شيء يعني، مفويت سلا فويت انا معناتها. وما تحس اللي ما سما قانون يعني، كل حد يعمل في راسه كل حد يعمل زي راسه. تشوف انت تخرج للشارع يعني تم كل مظاهر الفوضى موجوده. يظهر لي ما نعرفش مانيش حكي على روحي، نحكي كتوانسه، يظهر لي لي طون دو دير يزي وين ماشيين. معناتها في البركه يعني، وصلنا في تونس الناس ولات التفكير نتاعها والهاجس نتاعها كيفاش يخرج من تونس، وهذه خاصه اجيالنا الصغيره. وهذه حاجة راهي تخوف برشا الحكاية هذه، خاطر راهو إذا كان البلاد يغادروها كفاءاتها وأجيالها الشابة وأجيالها المتعلمة وأجيالها اللي تقرأ والجامعيين والتلامذة والإطارات الموجودة كما الطب ولا المهندسين، حنا قاعدين نفرغوا البلاد، قاعدة تفرغ البلاد، قاعدة تفرغ. أنا نعطيك مثال صغير بسيط، أنا وقت اللي نشوف مثلا الأطباء نتاعنا يغادروا بالمئات في البلاد، خامناش دونك كيلكو زاني شكون باش يقرر يجي للجاي؟ كيما اطبائنا قرروا من الاطباء اللي سابقين اساتذه كبار اساتذه اجلاء قرروهم وصلوا باش هما اليوم ولاو طب، وغدوه باش يكونوا هما يكونوا الجيل اللي بعده، باش يكون عندنا ثم حلقه فارغه اللي هي ريبتور. ثم ريبتور معناتها غدوه باش نقولوا احنا اطاراتنا مش موجوده، بالتالي شكون باش يقرر لنا اجيالنا الجاي؟ حاجه اختيار باش نرجعوا نجيبوهم برا كيما كنا قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال؟ نو. دونك شوف فين وصلنا. مستثمر تونسي ما نحكيش على الاجنبي، نحكي لك على التونسي، يقول لك انا ما نلقاش حقي. يقول لك انا باش نعمل مشروع وهذا نعيش فيه يوميا، معناتها نتعب ونعيا ونتهرى ونجري من بقعه من بقعه لبقعه. مستثمر كبير يقول لك انا نحب نعمل ونحب نقد، لكن راني قاعد داخل وزاره خارج وزاره، جز فلان رجع لي لفلان، فهمني؟ الى غير ذلك من الاساليب اللي ساعه ساعه حقيقه واللي هم يحكوا لكم عليها هم بيدهم. رجال الاعمال نتاعنا كيف رجال الاعمال نتاعنا وقت اللي تسمعهم ماهمش عايشوا في وضعيه طيبه الحقيقه، في لمده سنوات عاشوا الابتزاز، عاشوا تهديد، عاشوا يعني. ثم رجال اعمال يقول لك انا دفعت ياسر هنا يا اخي سينون تولي لي مشاكل تولي لي، ما فماش كجو الامان اللي يلزم يلقاه التونسي في بلاده ويحسه انه في بلاده. المستثمر يستثمر وهو متهني وراقه تتقد فيسع، ملفه يتعمل في فيسع، الاجنبي كيف يخدم باريحيه، يحسه انه البلاد هذه فيها قانون ينطبق على الناس كل. وهذه الحاجه زاد من بين الحاجات اللي تعرفها بلاد التو هو انه القانون اليوم ما ينطبقش على الناس كل، وهذا ما نقولش في حاجه جديده، القانون فرض السنه، الامور كلها معناتها بالوجوه. هذا تنجم تمسه والاخرين ما تنجمش تمسهم. وين اذا كان احنا ما نعيشوش في بلادنا ونحسوا ان امنين في بلادنا، امن على روحي، امن على داري، امن على اولادي، على المكتب، على هذا الحد الادنى، على هذا الحد الادنى. احنا ماذا بينا اكثر منك، ماذا بينا خير منك، ماذا بينا نخرج من الحد الادنى. احنا يعني مش نقعد عمرنا كامل احنا وحنا وكعتيني جوست وكما ناكل والذي تقرا في المكتب وكذا ونروح على روحي في البرك. ليه كل تونسي بهذه طبيعه البشر ماذا به يقدم؟ ماذا به عنده الاضافه في حياته؟ الشاب ماذا به يبدا حياته بالكذا وحتى هو يقدم؟ هذا كله خساره ولا مفقود تونس بدون اطار. عمر منصور، السبب الاساسي الذي دفعك لاخذ قرار الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه؟ هو الحقيقة إلى تاريخ قريب جدا المسألة مش ما كانتش واردة، ما كانت بين أخذ ورد في نفسي، ويمكن حتى لمدة شهور التالي زادك في كيف ما كنتش بقى. أنا عندي مدة شهرين تقريب جي لونسي، معناتها عملت فكرة اللي هي فكرة تحرك اللي هي ناجعة، لأنه
عندي محيطي من أصدقائي ومن متابعي ومن أحبابي كل اللي كانوا يقولوا لي ساعة باش تعمل حاجة اسكو باش تدخل الحياة السياسية اسكو وكنت منخم معناتها خاطر بالنسبة لي المشكلة مش مشكلة كرسي أنا بالنسبة لي أنا والحمد لله حياتي كاملة معناتها خدمت عطيت العلاية وخدمت خدمت ولي تونس ولي ريانا وكنت وزير عدل يعني بالنسبة لي أنا ما عنديش حاجة أخرى لكن نقول اسكو اليوم من حقنا الكلنا باش على الأقل الناس اللي تحس نجم تخدم تنجم تعطي وانا نوخر بتوالي وانا نقعد نتفرجوا وانا سايب الامور ماشيه كما هي علما وانه اليوم بلادنا راه بكل صدق بكل صدق اليوم نحس بلادنا تعيش تحت وطأة المافيا اليوم كل شيء فلوس حاجه كبيره ياسر 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 اليوم ولاو ثم عمالقه في تونس ربحوا من الفوضى وربحوا من غياب القانون ولبس عليهم الغيوم الغدوة وغدوة وغدوة الناس هذية ماش تخدم في الظلم يعني ربما حتى بالنسبة للتعامل مع الدولة من حيث أداءاتي ولا من حيث أموري ممكن أنا وانتي نخلصوا خاطرنا أمورنا واضحة والتاجر ذاك اللي أموره قانونية وكل ولكن ثم الناس اللي ما يصور ياسر ما يدفع حتى شيء ربما يدفع لي أصحاب الأمور ذاك أموره فهمني اما ما هذا تقريبا شوف احنا العجز اللي احنا فيه واللي احنا توا قاعدين نرجعوا فيه ربما بالديون اللي متحملينها لبلادنا واللي احنا مش خلصوها كنا ساعه ساعه تقول احنا لو كان جينا هالناس هذوما يدخلوا في الدوره الاقتصاديه ويدفعوا ما لهم على الدوله من فلوسهم المكدسه اسبيس وفي التراكن وفي الوحدات ما نضطروش باش نتسلفوا السلفات كلها والديون كلها ونلقاو روحنا في هالعجز هذايا وما نلقاوش روحنا قدام هالاسعار هذايا اللي تشوف فيها معناتها كبيره ياسر 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 هذه على الكونترا وهذا على الخطر شو يسميوه هو خبي السرعه خبي السلعه باش يخرجها غدوه غاليه فهمت هويكا وشيء اخر عادش كيفاش مش من غادي لغادي حصيروا مافيا تتحكم في تقريبا في كل شيء هذا يختير ياسر على بلادنا على خاطر هذا ياخذ من دور الدوله هذا يحل محل يعني هنا هو يوريك ضعف الدوله وتقوى هالمجموعات هذه كلها وتولي تسيطر هي على الدوله وعلى مفاصل الدوله وغدونا لي مش باش يجينا نهار ولطف علينا وانه مش تلقى البضاعه ولا الحاجه اللي باش تاكلها ولا باش تشريها تلقاها كما نقولوا في يد زيد وفي يد عمرو يتحكم فيها كما يحب هو غدوة الأمن متاعنا يولي مرهوم بالناس هذوما تولي مقودك التجم تولي معاش أمنك الدولة مثلا في منطقة تولي معاش معمل على الأمن وكذا يجيوك الناس يقول لك احنا نأمنوا في المنطقة نيرا أدفع وكما صاير في بعض البلدان وذي روش مستغرب نجمو جون صلول نهار قادر يولي كل شيء انترم تعرفش تدفع عمر مسؤول وذي حاجة اختيرة برشرة تحدثت على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي في تونس حسب رأيك ما هي المختلف في الحلول التي تعتبرها كفيلة بتحسين الوضع في المستويات المذكورة والله شوف بكل بساطة أنا كنت في جهاز الدولة مارست عن قرب شوف اليوم الناس تتحدث على برامج وشو برنامجك وشو احنا قد عنا بعد الثورة قد برنامج جات برامج جابوها الأحزاب جابوها الناس اللي تولوا مقاليد الحكم في تونس برامج كبيرة ياسر لكن في الواقع ثمش عاش ما ثمش ناس معه في البرامج لكن في الواقع يعني الواقع في شيرة وكيتأخر البرامج في شيرة أخرى ما أنت تقول البرامج هم باش نطيروا ما أنت في ست شهور هو مثلا حتى شيء احنا عنا حاجات هامة ناقصة في تونس واللي ما عناش في النهر ومنها إذا كان نحبوا نخرجوا من الأزق هذه شو بنتي أول حاجة يلزم الأمن يرجع لكل تونسي يلزم الإحساس بالأمن يرجع لكل تونسي إذا فيش العبرة إذا كان أنا ما كونش آمن في بلادي ما نجمش حتى شيء الآخر كله ينتهي لكم ما عادش حتى شيء حتى قبل الخبزتي وقبل اللي باش ناكله الأمن نتاعي قبل يلزم يرجع كما ينبغي يلزم ندعموا الأمنيين نتاعي يزم نعطيهمك النفس نتاع يزم يخدم البلادو وندعموه ونعاونوه ما نتشوش وندير لا ويزمنا كلنا الامن نتاعنا راه في يدنا الكلنا شوف البلدان المتقدمه تلقى حتى المواطن شريك في الامن
مش كان البوليس، كل حد فينا رجل الأمن في منطقته في الشارع في البلدان المتقدمة، قلت لي مواطن يرى حاجة غلطة يعلم عليها تسويت، ما يش سمحني يا زين كلامه، لا بالعكس، خاطر كل واحد فينا هو بوليس في بلده، وإذا كان أنا من عسش على بلادي ما رجل كمش عس عليه. إذي لول ثانيا، إذا كان ما نرجعوش نطبق القانون متاعنا عن الناس كل بدون تمييز في كل شيء، زاد في الحقوق وفي الواجبات، رانا زاد ما نقدموش، خاطر وقت اللي القانون يطبق على زيد وما يطبقش على عمر، عمر يحس بالقهر، وعمر يولي متعارك حقة على الدولة، عمر يقول لك انا غلط وزيد غلط، اش بي زيد ما يتعاقبش وانا نتعاقب، وكي يبدا زيد وعمر من الاثنين كيف كيف يقول لك احنا غلطنا كيف كيف الغلط خلصنا فاتورة الغلطة نتاعنا. دونك هذا مثال بسيط، ديما ناخذ انا مثال بسيط في كل شيء، راهي العدالة والقانون لازم يطبق، انا كتب القانون في كل شيء، كل شيء يمشي، كل شيء يمشي، ما ثماش كيما نقول قانون، ما ثماش علاش موظف والا انسان يقدم في خدمات للمواطن يعمل امور كيما يحبوا على زي راسه، والمواطن مسكين كي ذليل، عرفت يبدا يلحلح ويزقطع ويبوس اليدين بجا ربي يقضي لي ويمد ويرد ويبدا، فهمني؟ لا لا، ثم واجبات بالقانون لازم تتعمل بالقانون، وهوني وين نرجعوا الى حاجه اسمها لا ديسيبلين، انضباط، انضباط لنا الكل، اذكر من فوق حتى اللوطة الناس كلها تشد الانضباط نتاعها، والانضباط شنو؟ الانضباط هو اني نعرف ما لي وما علي، وما لك وما عليك، يعني نعرف انا حقي فين يبدا وين يوفى، مش كان ومش كان حقي راه واجباتي لازم انا نعرفهم، مش متى في حقي يعني ما يهمنيش في الناس، لا لا، عندك حريتك تبدا هنا وتقف هنا وين تبدا حريه غيرك، هذا احنا ما عندناش، احنا شوفنا ساعه ساعه تلقى هكا مثال بسيط، تلقى انسان ساعه ساعه مسوا بحاجه معينه هكا تغلط معاه، شوف انت العبد هذاك تبعه شويه تلقاه يعمل نفس الغلطه واكبر منها مع ناس اخرين وما يراعيش روحه، ما يقولش ما يراعيش روحه، معناتها هو يرى كان هو كيف تعرض الى ذلك، ما هو ما يعمل نفس الشيء غير ما يلزمش هذا. ثم حاجه اخرى هامه ما نطولش عليك برشا، احنا فقدنا في تونس قيمه العمل لانه سون دو ترافاي، اليوم راه ماهوش معقول باش نواصلوا في هالكسل، كسوى الكسل هذا اللي بالعاني والا على حسن النيه، تخمى الناس هكاك بخل هكاك يا ولدي يخدم انا عامل جادي، ما ثماش انا عامل جادي، عندك قيمه عمل، وقت نتاع عمل، نوعيه نتاع عمل قدمها، راك انت تقدمها لبلادك، انت تخدم وانا نخدم وذاك يخدم نقدمه، دونك بصفه عامه اليوم لازم نرجعوا للخدمه، اليوم يزينا من المعامل المسكره والمؤسسات المسكره والشركات المسكره والاعتصامات وهلا هنا عملناهم، شنو اللي صار سيدي؟ شو ربحنا؟ حتى شيء، حتى شيء، ماهوش هكا دونك، والثروات نتاعنا يعني قاعده مطيشه غديك ومسكره وما تخدمش وما تدورش وخسرنا ياسر فلوس ومشينا هكا رأينا بهذه بلادنا، وراو اللي قلتوا كله هذا راو الناس كل تستنفع منه، خاطر نهار اللي نولي ونطبق قانون ونضبطه صحيح، وانه كنا باش كنا عندنا شويه باش نحسوا احنا كي ليميتي شويه، معناتها انا كنت هكا متهور في تصرفي نعمل اللي في راسي ونعمل، اليوم باش نلتزم شويه باش نحس اللي مش كيما قبل حريتي نقصت لي، لكن بعد وقت نشوف المنافع نتاع الالتزام الجماعي بالانضباط واني قلت يا قاعدين نعيشوا في بلاد انا نحترم غيري وانا محترم زاد. عمر منصور، وانت مرشح للانتخابات الرئاسيه المقبله، كيف تقيم فتره حكم كل من بورقيبه بن علي مرزوقي والراحل البيجي قايد السبسي؟ على التوالي، كيف تقيم فتره حكم بورقيبه؟ يعني فتره حكم بورقيبه هي كانت فتره ما بعد الاستقلال وكانت فتره بناء الدوله التونسيه، وكانت فترة نجح فيها العمل لمدة معينة، خاصة قبل ما الرئيس الراحل بورقيبة الله يرحمه ما يدخل في الشيخوخة وكل، كانت من الأول فترة متاع بناء، ما ننساوش وأنه كانت ثم خيارات سياسية
للرئيس بورقيبة وكل الناس اللي خدمت معاه في الوقت هذاك، كان ثم خيارات، كان ثم الصحة، كان ثم التعليم، كان ثم تنظيم النسل، كان ثم شباب، ثقافة. أنا اليوم مازلت نشوف، مازلت عنا كيف نشوف دور الثقافة ودور الشباب اللي عنا توا نلقاهم يعني قعدوا كل الأطلال متاع ما بنية في السنوات الستين، وأنا أذكر ذلك جيدا. بعدكش الأمور ما وصلتش كما ينبغي بكبر بورقيبة، وربما دخوله في منعرج ما عادش هو مسيطر على الأمور باعتبار سنه، وتدخلت أطراف أخرى، وبعدكش رجعنا بالتوالي. جاءت الفترة متاع بن علي اللي هي فترة اقتصاديا يعني من الأول كانت باهية، خاطر التوانسة بعد عليهم الخوف بتاع المجهول اللي كان في السنوات الأخيرة بتاع بورقيبة، والناس رجعت لها الطمأنينة ورجع لها الإحساس بالأمان في بلادها. دونك كما تقول حتى كان عنده زوية فرنك نقوم بيهم على مواتي خرجهم يخدم على روحه وخدمة الأمور. لكن الفترة هذه زادة عرفت منعرج آخر اللي هو موش باهي، اللي كانت بداية التراجع في عديد المسائل الهامة في بلادنا كما التعليم مثلا، عرفت تراجع، فقد القيمة الأولى متاعه، وبدأت البرامج تتحلل وتتميع وتضعف، وبدأت ما عادش ثم خدمة على النوعية متاع الأجيال بقدر ما هي على العدد. يعني في وقت من الأوقات قبل في الزنين السبعينات في كذا كانت خدمة متاع الدولة على النوعية على الأجيال المقبلة، وكانت القراية صعبة وكانت ثم يعني سيليكسيون صحيح كان ثم، لكن المهم وأنا كانت أعطتك جيل يعني باهي، معناتها جيل متين، بدليل وأنه احنا الجيل ذاك كله أفرز ناس معروفين حتى على المستوى العالمي في كل الميادين، أسماء تونسية مشهورة معروفة كبيرة برشا كانت نتيجة المنظومة التعليمية اللي كانت تنفسيري. معناتها بعد وقت من علي دارت الأمور إلى العدد، أعطينا أكثر الناس ناجحة، أكثر الناس ما بدوشنا كله ماش بيولدي منجحش وكذا، وصلنا حتى المعدل هبط 7 على 20. أنا ما نلومش على الجيل هذي رأي اللي طلع تضعيف، أنا نلوم على الناس اللي قررت وقتها والمسؤولين اللي قررت هما. دونك شهدنا بداية مستوى تعليمي متراجع برشا برشا برشا، واليوم اكتشوف فيهم يظل ما خافي على حد، حتى المراتب متاعنا في الدولية في تسكي تعليم خايبة برشا. زاد كيف اللي قاعدين نعطي فيه للتعليم احنا من امكانياتنا كدولة مش هي اليوم. احنا المنشآت العلمية متاعنا تشكو نقايص عديدة برشا برشا في جميع المستويات، ما يخلي حتى بعض الطلبة اليوم اللي يغادروا، خاطر يقول لك حتى كي نقرا ما نلقاش الماتيريال الناس باش 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 نجم نقرا، حاجه ما كانتش موجوده هذه قبل. فتره زاد من علي عرف التراجع من ناحيه القيم والاخلاق، دايرنا احنا من وقتها بدينا نراو في برشا مشاهد ماهيش باهيه في تلفزياتنا في قنواتنا شويه يعني ما كان نقص في الكبس اللي كان من نواحي الاخلاقيه، كنا نواحي اخلاقيه نواحي الاخلاقيه العاديه التونسيه نتاعنا، معناتها يعني ما نجيوش في الشارع قدام الناس ولا قدام حتى نقولوا كلام زايد كلام عيب، ما نقولوش هذا من عاداتنا يعني. بلادنا عرفت بخلاقها، وانا خلطت على الجيل نتاع الستينات والسبعينات يعني في حومنا وفي انا، فكانت الاخلاق نتاعنا كانت عاليه برشا. هذا بعد ذلك فقدناه و تحولت قيمنا معناتها بعدت، وانا وصلنا للحد اليوم اللي تونس بصراحه انا في رايي انا تونس ما عادش تعقلها، يزمك تعرف تونس كيفاش كانت 40 طون تيلي ولا حاجه كانت ما عادش تعقلها تقول مش هذه تونس معناتها. بون خساره، هذه من الحاجات الكبيره. وشوف بلاد لا تحترم فيها القيم راهي ما تقدمش برشا، انما الام والاخلاق فانهم ذهبت اخلاقهم ذهب، هذا الامير الشعراء. ف الاسس الاخلاقيه رايها ما برشا الأسس الأخلاقية. نعطيك أنا مثال صغير مش تعرف اللي تقول مثلا مش مجيب الأخلاق للاقتصاد مثلا، نعطيك أنا مثال. نتفكر أنا مثلا بيتنا يحكيونا التجار قبل التجار
كانوا كيتعاملوا مع بعضهم يتعاملوا مع بعضهم بلاش اوراق بلاش فاتورات. يعني يجي سي فلان نعم قال لك سلم عليك عارفي قال لك ابعث لي كذا كذا سلعه فلانيه تاجروا اعطيه يس بعد كي تقابلوا اش عندك قول كذا كذا خلص اعطيه لا اوراق لا فاتورات حتى شيء. هذه شنو مش خلاف حاجه اخرى. كنت قبل كان تونس كل نشاط عنده منطقته مثلا تلقى الحجامين الكل محجم تلقى الحدادين الكل محدد يعني الحداد حضر الحداد حضر الحداد وانت ماشي الحجام حضر الحجام حضر الحجام والقشاشين وبتاع الجبايب وبتاع القماشات فتصور انت تقع 20 30 حانوت كلهم نفس وقت اللي تجي انت مثلا باش تقضي في حانوت الحوم باش تدخل واحد منهم انت منهم. يا تعرفوا يا كيكا وزار تدخل تجار ذوكم كانوا وقت اللي انا تاجر منهم مثلا جيتني انت واستفتحت الصباح بعد يجيني واحد اخر ثاني وجاري مازال ما جا حد نقول له اسمع انا راني استفتحت برا الجاري راه مازال ما استفتحش كيف كيف راه نفس السلعه هذه تلقى عند جاري. شوف الاخلاقيات وين كانت وشوف قداش الاخلاقيات اساس كل دوره اقتصاديه وفي بلاد الاساس الاخلاقي في كل شيء. وتو في اوروبا مثلا بلدان متقدمه كانت تبع بلدان بكذا تلقى ثم جانب اخلاقي في الموضوع بل قانوني. يعني ثم قانون لكن ثم كما تقول انت ثم ثقافه متاع كلمه خاطر هو يعرف لي الكلمه ديك متاعه هي عنوانه هي صورته هي رصيده هي الفونت كوميرس متاعه. يعني كان خسر صورته خسر كل شيء. هذه هي الاخلاق. ونزيد لك حاجه اخرى انت شنو القوانين هي قوانين هي مبادئ اخلاقيه ماهي شري حاجه مكتوبه في الاورديناتور ولا يعني قواعد حسابيه معناتها هكا كما ليكواسيون ماتيماتيك لا 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 قواعد اخلاقيه. وقت اللي القانون يقول لك ما تسبش حد اخر هي قاعده اخلاقيه قبل ما تكون قانونيه الساعه اخلاقيه نعيب ما تضربش حد ما تسرقش حد ما تتحايلش على حد ما كذا هذه قواعد قانونيه لكن في الاخر هي قواعد اخلاقيه. يعني لازم معلومه غير قانون وقت اللي تكون احنا الاخلاق نتاعنا موجوده وفي كما لازم تكون وكما احنا شوف كان حتحب من تاريخنا من ديننا من عاداتنا من تقاليدنا الاخلاق راه مش غريب علينا الاخلاق احنا تعرفنا بها في تونس ويلزم نرجعوا لها ما عندناش حل اخر. فتره تقييمك لحكم الرئيس الراحل البيجي قايد السبسي الفتره الرئيس البيجي قايد السبسي الله يرحمه شوف كيف باش نجيو نقيموا العمل تاع السي البيجي راهو لازم نحط في بالك حاجه اللي راهو السلطات كانت عند السي البيجي الله يرحمه ماشي اللي كانت عند بورقيب او ماشي اللي كانت عند بن علي. يعني تقلصت شنو تحبوا يعمل رئيس الجمهوريه في ممكن من حيث الاداء السياسي في وعليها الحكايه خاطر صارت برشا مشاكل يعني على مستوى الحزب نتاعو فهمتني في نداء تونس صارت يعني ما نجموش مش كيف كيف الرؤساء قبل كانت عندهم سلطه اكثر دوك نجموا نحاسبوه اكثر كيما ما عندوش عطاء كبير ياسر نقولوا علاش ما عندك وقت اللي انت تتخول لك القانون عندك سلطه. بالنسبه للسي الباجي الله يرحمه ما هو ولا حتى اللي قبله اللي جا بعد الوحده مش قاد له رئيس الجمهوريه دوك علاش مش حاسب. وانت تتحدث عن صلاحيه رئيس الجمهوريه عمر منصور النظام السياسي الحالي للبلاد التونسيه يقلص من صلاحيه رئيس الجمهوريه هل انت مع او ضد هل انت مع تغييره او تعديله او ضد؟ لا لا شوف يزي احنا رانا تو 9 سنين في الغلط ترى شوف هاو بكل بساطه احنا تو هذه البلاد بلادنا الكل كاني لا قدر الله في الخايب والا في الباهي ان شاء الله في الباهي باهي اليوم يزلنا نقعدوا بدون غش وبدون عرق ولا بدون خلفيات لا لا تقعد بكل براءة وبكل زهاء ونحطوا الوضع في بلادنا. ما اللي عملنا هالمنظومة هذه اللي جات بعد الثورة ايش نحن احوالنا احنا علاش نبدلوا منظومة كنا في منظومة بدلنا منظومة على اساس وانه باش نقدموا صحيح ولا المنظومة اللي كنا فيها سيدي ماشي به اليوم مش نقدم ما يسالش مبروك كان عملنا 9 سنين هاك ولا اليوم يلزم نقعدوا ونتحاسبوا اسكو احنا قدمنا
والا قعدنا واقفين سو بلاس لقدمنا لو وخرنا والا وخر ثلاثه فرضيات عايز دي ماناش قاعدين سو بلاس اللي لقدمنا لو وخر والتقديم ما قدمناش وقاعدين وخر دونك منطقيا لازمنا نقولوا وين الخلل منظومتنا دونك ما نجموش نقدموا بها وان شاء الله نستدركوا اللي فاتنا تاع 9 سنين من تقاقر في كل شيء دونك اليوم إلي طون باش هالمنظومة هذه أعتقد أنه زينا منها ثبت فشلها واش راهو معناتها اللي كيف نبدلوا المنظومة اللي احنا باش نعملوا منظومة خائبة ولا نجموا نعملوا منظومة أخرى فيها ناس تتحمل مسؤولياتها فيها نعطيه السلطة للمسؤول اختاروه اللي تحبوا انتوما لكن خليهم يخدموا مش اليوم السلطة ما تعرفش عن تكون اشكون يحكم اشكون ما يحكمش الناس كل تحكم حتى حد ما يحكم اللي تكلموا يقول لك انا خاتيني يشوف الاخر هذه مش متاعي متاع الاخر باش نقرروا حاجة متاع شكون يلزموا قرارها وباش نقرروا يلزم هذا يشاور هذا وهذا يرجع للاخر والاخر حتى يستشير الاخرين وباش يقرروا يقعدوا مع بعضهم يتفاهموا نعدي لي هذه ونعدي لك هذه شنو الخوضة هذه شنو الفوضى هذه بدي شكل نعملوا منظومة فيها مسؤوليات واضحة لمسؤولين واضحين بقرتو يعني بضوابط واضحة وقانونية ومحترمة زاد راه بلدان متقدمة تلقى مثلا رئيس الجمهورية عنده سلطات لكن زاد عنده أجهزة موجودة أجهزة كبيرة أجهزة زاد محترمة وتبع لكل المسؤول وقت اللي يلزم باش تحاسب بها تحاسب بها اما بالوضع هذا الحقيقه ما انزل الله به من سلطه. عمر منصور البعض يعتبر ان منصب رئيس الجمهوريه في تونس فقد هيبته خاصه بعد الثوره ما هو تعليقك على هذا الكلام؟ لا عندهم الحق من حيث فقد هو شنو اللي قاعد فيه شوف وقت اللي نقول رئيس الجمهوريه راهو ماهيش في حد مش رئيس الجمهوريه ما في حد ذاتها الدولة بصفة عامة سامحني في كلمة مش استعمل كلمة دارجة شلكت الدولة بعد الثورة شلكت الدولة يعني من جميع النواحي لا ب فكان اختصاصات الدولة دولة واختصاصاتها كلها تفكت اليوم تلقى ثم مسؤولين عشان تحت السلطة وزراء قطاعات نحوهم عشان الدولة لا من حيث نوعية المسؤولين برشا اللي شدوا المناصب نتاعهم واللي زادوا حتى ماك تعرف راهو المسؤوليه يتحط فيها عبد يزينها ويعطيها قيمتها يتحط فيها مسؤول اخر بتولي تشلك علاش لعدم كفاءته لعدم اختصاصه لعدم فهمه بعيد خطي اليوم الدوله ومؤسسه الدوله عارفه التراجع كبير ياسر وهذا غلط عملنا زعما باسم شو يسميوها هي ديمقراطيه وتوزيع عادات ديمقراطيه ولا توزيع عادات هل الديمقراطيه هو انه نحط المؤسسات اللي تصلح للبلاد وللتونسي الكلنا الانضباط مش ضد الديمقراطيه راه وان كل الكلنا سواس يخدم القانون راه مش ضد الديمقراطيه راه هذه الديمقراطيه مش نسيبوا الماء على البطيخ قاش نقول ما في تاع الديمقراطيه ديمقراطيه شنو هي هذا الـ تقريبا المسار اللي احنا دخلنا فيه واللي هو غلط واللي لازم يتنحى. عمر منصور انت مرشح لمنصب رئيسة الجمهورية هل تذكر لنا الاطراف والاحزاب التي دعمت ترشحك لهذا المنصب؟ لا انا تو الترشح نتاعي ما دعمه حتى حد معناتها ما صحيح صار اتصال بيني وبين اغلب الاحزاب حكينا بعضنا لكن ما دعمني حد وما مشيت مع حتى حد معناتها قعدت مستقل اليوم الغدوة مستقل وما دعمني حد لكن شوف ثم حاجة أنا راني ما ضد حد وأنا من الناس اللي نؤمن اللي راهو إذا كان من نتقابلوا اليوم ليش ما نتقابلوا غدوة؟ ما عنديش عليه حاجة نتعاركوا عليها ولا باش نختلفوا عليها وبالعكس أنا راني لليوم الغدوة بعد غدوة أي مجموعة سميها حزب سميها اللي تحب أنت معناتها إذا كان نقولوا احنا على نفس التفكير ونفس المنهجية راني مرحبا بالناس كل معاهم ولا معايا ولا وهذا ياخذها عليا معناتها الكلمه هذه انا ما نسبت حتى حد راه ما نسبت حتى حد
طونكو ثم حاجة هامة اللي رأي بالنسبة لنا مفصلي. أنا كل إنسان يحب البلاد هذه واب يخدمها بصدق ويحبها بصدق مش بالكلام وبال راني معاك. عمر منصور أنت مرشح الانتخابات الرئاسية والكل يعلم أن الترشح الانتخابات الرئاسية يتطلب حملة انتخابية. هل تذكر لنا مصادر تمويل حملتك الانتخابية؟ هو الحقيقة شوف هل تذكر المصادر؟ حتى ستبدأ عندي مصادر أنا ما عنديش مصادر أنا للأمانة. كيف ستمول حملتك الانتخابية يعني؟ هاتهم فهم التمويل حاليا شوف ريت للمجموعة توذي معايا كلها ريتها لتشوفي هذا كله الكلنا قاعدين شوي شوي يعني كل شيء ريت وكل حد يأخذ حاجة واحد يجيب معشنة بكورة وراق والآخر يجيب ماكينة فوتوكوبي الآخر حتى هنا نجيب ذات يعني يمكن أن نعتبره وحدنا أي وحدنا ومش زادة وعدات كل حد يعمل حاجة ويقدها. شوف أنا بالنسبة لي أنا شاركت وبكل جدية وبكل عزم وبكل وضوح في الرؤية متاعي وعارف اللي ما عنديش ماكينة مالية تفقيد بالحد الأدنى لكن نقول عندي رصيد آخر اللي هو كما قلت أنت قبيليك الذكرى اللي قعدت عند الناس والذكرى هي رأي مش متعلقة بشخص هي متعلقة بعمل بأداء معين فبالنسبة لي أنا رأى هذاك هذاك رصيدي كما تقول أنت اللي حبنا يجين ولا باللي نخلطه زي نقولك حاجة أخرى باللي نخلطه نعرف اللي ثم حاجات ما نجمش نعملوه ما نجمش نعملوه ريتك اللابات الكبار ذوكم اللي قاطرة فيهم وفلوس كترا بيها وداري وكل انا من توقع لك انا ما نجمش نعملها فهمني احنا نلعبوا على المواطنين بتاعنا اللي يحبوا مشروع بتاع فيه رؤية واضحة وفيه مبادئ واضحة اللي هما بناء الدولة الوقوف على قوة الأمن بتاع التونسي اللي هي القانون عن الناس كل اللي هي الانضباط عن الناس كل واللي هي العمل الكل الناس كل في البيئة والخير هذيك هي اللي نجم نقول لك هذاك انا شخصيا هذاك رصيدي والوين نقلته نقلته واللي بيقرا وما اشوف راهو غدوه اللي باش يختاروا توينس رانا احنا ديما معاهم. عمر منصور كيف تقيم الدبلوماسيه التونسيه ما قبل الثوره وما بعدها؟ الدبلوماسيه التونسيه كانت في السنوات الاولى يعني في الزاني 60 و70 وكل الحقيقه تونس كانت معروفه في العالم برشا وكانت عندها دور وكانت عندها كلمتها في الدبلوماسيه العالميه وهذا بفضل الرجالات اللي تقلدوا المماذية سي اسماء كبيره. بعد الدبلوماسيه نتاعنا انحرفت شوي مش معناتها انحرفت انحرفت كما العاده بالاشخاص. ان ديبلومات سي ان ديبلومات ثم ناس دبلوماسي تكوينه وثقافته وطريقته وشخصيته الكل كله دبلوماسي هذاك هو مش تعوضه حد اخر هذاك هو. ثم سنوات وسنوات الى حدنا هذا ولات الدبلوماسيه نتاعنا كما تقول انت تمثيل كان ترجع بالتوالي تو تلقى مثلا هذا وزير كمل المهام نتاعو زينا منه ايش نعملوا له برا عطيه سفير هذا نتاعنا فهمني وين نعملوا له بربي فلان كذا عطيه سفير هذا راهو اسمه كان مناضل معنا في الحزب وما لقاش حظه ايه برا عطيه سفير عرفت ما عادش فقدت المشكة مشي هنا زي بدون بورتكو عرب سفير وارجعوا للعدات تقاوم حتى الأحزاب عندها ناس كما يقولوا تغش في الآخر ما عطاو شيء بالله برعتي سفير وهذا ثابت هذا موجود هذا كيفاش تحب الخارجية متاعنا تقدم وقت اللي جهاز كامل نخليه الدبلوماسيين الكفاءات الكبيرة وعنا رب هذوك نحطوهم على جنب وفجأة يخرج لك حد يجيبوا من الله من عاش الحزب الفلاني ولا سيفلان ولا سيفلتان ويقول لك هذا حطوا لنا سفير كانك من الناس الدبلوماسيين الحقانيين يحسوا بالحباط كي راهوك وكانك على مستوى المردوديه شنو تنتظر المردوديه؟ حتى وبالتالي تراجع.
واضح. عمر منصور، لاحظنا العديد من الترشحات الفولكلورية، تقريبا عدد المرشحين يعني بلغ حوالي 98 مرشح يعني قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين. تفسيرك لذلك، تعليقك على العدد المهول لذلك، والسبب الذي دفع ربما من هب ودب لتقديم ترشحه للمنصب رئيس الجمهورية في تونس. هو الموضوع متاع الترشح لمحالة حق كل تونسي، ما فيش حتى كلام، لكن من حيث الذوق وذوق كيفاش نترشحوا يلزمنا ثم ضوابط اللي تخلينا ان نحصروا ال 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 الشخصيات اللي تتعدى للسباق، مش استنقاص في حتى، لكن يكون ثم معايير بالحق اللي تخلينا نحطوا كوكبة لائقة اللي يكون تنافس بها بيناتها يعني في 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 بقعته وفي مستوى هيبة الدولة التونسية. هل من حل لتجاوز هذا العدد يعني الضخم الذي بلغه عدد المرشحين؟ قلت لك انا يلزم نعاودوا نراجعوا المعايير نتاع الدخول في السباق. عمر منصور، لو بلغت منصب رئيس الجمهورية في البداية وفي حدود الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية حاليا في تونس، ما هي الخمس قرارات التي تعتبرها ذات أولوية وتعيد بها التونسيين؟ شوف المشكل وقت اللي انت ريت السؤال نتاعك فيه يلزم يكون متناقض. علاش متناقض؟ وقت اللي تقول قاعد تونسي بخمس قرارات، اسكو انت عندك السلطه نتاع قرارات قبل ولا باش نكون واضحين مع بعضنا؟ قلت لك في حدود الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهوريه. صلاحيات الرئيس ما يخلولوش يخطى قرارات. مش خمسه. داكور دو سي واش عنده؟ عنده الخارجيه وعنده الدفاع. باهي. الدفاع الحمد لله في تونس عندنا وزاره الدفاع وعندنا اطارات عسكريه تبارك الله، كفاءات مريقله يعني كما تقول عندهم بالدرجه مسنتره مريقله، الحمد لله ربي فضلهم وربي عليهم ستر، هما حماة بلادنا لاباس. داكور دو دونك رئيس الجمهورية عنده دور كبير في الموضوع، طاقه خارجية. داكور دو ما يمكن اني نعمل معناتها ونعمل مجهودي عليه يتبعني ولا ما يتبعنيش يا سيدي. ما يسالش هذاك هو. عندك الامن. الامن ثم الامن. يزينا من الفوضى والبركاجات وهذا الداري ولا وهل هلم اللي مش لازم ندخلوا في التفاصيل نتاعها. الاولى هو قانون ديما شد سهفي، قانون مهما كان الثمن عن الكل. قانون عندك يلزمك تحاول يلزم من الدولة ترجع تونس، يلزم تركت عيطوا لإعادة الدستور بلي مراجعة الدستور ولا القوانين اللي لازم تتعمل. المهم الفكرة المشروع هو أنه رجع، خاطر شوف راهو في الأخر ما تقعد لنا كان دولتنا، وراهو دولتنا ماشي زايد وعمر، أنا جاي زايد ما عجبناش نبدلوه أخويا، مش نحيو دولة على خاطر زايد وعمر. تقول عندك ندعو إلى العمل، رانا كم نخدموش ما نقدموش، مش مشكلة برامج مشكلة عمل. وراو زاد حاجه راه باش نستخدم، راه لازمك تحقق له هذا كله، راه تحقق له الامان وتحقق له اكل الراحه النفسيه وانه يحس روحه في بلاده مش مقهور مش مظلوم، ما تبداش متغشش وغضبان تقول شكون تخدمش تقول لك انا برتو مانيش خادم، فهمت هذيك؟ ترجع على كل هذا. وحاجه اخرى هو السعي والعمل على ذكرين مهمين ياسر الثلاثه، الاخلاق الثقافه والعلم. ما اسمع ما عندناش راهو خاصة الثقافة وبناء الدولة المدنية العصرية ونحن كوالي الدولة. من بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في القائمة النهائية التي تضم 26 مرشح، من تعتبره منافسا قويا لك؟ والله ما خمش فيها بكل، أنا من الناس اللي نحترم الناس الكل الموجودة، باستا نقول بربي خلي تنفسكم باهي ونزيه ونبعد على ما نهبطوش من المستوى. من تعتبره قادرا على بلوغ الدورة الثانية على الأقل؟ لا والله ما من بعض الأسماء. رأي لا هذا رأي خاص. رأي الخاص. أنت مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورأي. أنا أحكي على روحي فقط.
وربي عين الناس كل. المهم انا ولا هما ان شاء الله يا ربي وفقنا باش نمشيو في الثنيه السليمه. ونزيد ماذا بين نزيد نقول لك حاجه اخرى. شوف اليوم غدوه الشعب التونسي اختار زايد ولا عامر، يعني من تعتبره قادر على المشي في الثنيه السليمه كما قلت. الشعب التونسي اختار حد بربي زينا ماك اللي وقت اللي يطلع واحد نبداو نكسروا فيه خاطر احنا ما طلعناش داكوردو، معناتها يا نطلع انا يا نضرب الاخري عرفت. لا اليوم غدوه الشعب التونسي اختار زايد، اي ناسكم شيخ نهار واحد ولا. واحنا نتحدث عن المرشحين، من الذي يميزك عنهم؟ من يميزك عن غيرك من المرشحين ويجعل من الشعب التونسي يختارك في يوم الاقتراع؟ حتى اختار. ما الذي يميزك عن غيرك؟ ما نجمش انا نقيم هذا، يقيموه الناس مش انا. الناس لو ما وقت تمشي لهم انت تبعد عادي نحن المترشحين وتمشي للراي العام تقول لهم شنو رايكم؟ نقول لك احنا نحبوا فلان. علاش فلان؟ على خاطر هكا وكا. هذاك ما يميزه. دونك ما يميزني انا ولا غيري راهو باش تلقاه عند الناس مش عندنا. في سياستها الخارجية بعد الثورة البلاد التونسية اتخذت بعض القرارات على غرار تسليم البغدادي المحمودي للسلطة الليبية، طرد السفير السوري، قطع العلاقات مع رئيس السوري الحالي بشار الأسد، ودعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. ما هو موقفك من هذه القرارات؟ منيش ثم بعض القرارات مش موافق عليها على غرار في رأينا، كما المشكل مع سوريا وكما البغدادي وكما شوف أقولك حاجة. أنا نعطيك المبدأ وأنت حط عليه حط فيه الحالات اللي تحب تحط عليهم. إحنا السياسة الخارجية متاعنا طول عمرها انبنات على مبدأ عدم التدخل في شؤون غير وعدم التدخل في شؤون، تبنات على الندية، تعاملوا كما قلنا بلغة الدارجة احترموا بعضنا ولا بد من وزارة. حتى كان أنا بلد صغير مع البلد الكبير نقولوا أني حتى أنا عندي وزن وعندي موقع، ربما ينتقوا مني في حاجة لكن أنا عندي حاجة، ربما نجم يكون حتى أنا عندي قيمتي. دونك مبدأ الندية لا تنازل عنه الأول. المبدأ الأولاني اللي هو الثاني اللي هو الاعتدال، ما عنديش كله مش لازم كل الشطحات الفكرية ذيك وكل عرفته وكل تتعنتر وده. ليه هذه راهي علاقات دولية. دونك حتى كي ترجع للقانون الدولي تقى فيها لو نبادي هذه، واحنا تونس نتعرفنا بالحكايه هذه. دونك نتعاون مع كل البلدان، يدينا مفتوحه لكل البلدان لكن في اطار احترامي، في اطار احترام قوانيننا، في اطار احترام سيادتنا، واقولها بكل فخر ويلزمنا نخدموا عليها. وفي اطار كما قلت لك انا النديه ما نعملوش اليد العليا واليد السفلى. ما عدا ذلك شبيه نتعاونوا يتفاهمونا نتفاهموهم، وراوك تبدا انت تحترم روحك يحترمك الاخرين. تحدثت عن وزاره الخارجيه التي تعتبر من مهام رئيس الجمهوريه وشؤون الخارجيه البلاد التونسيه. كيف يجب ان تكون حسب رايك السياسه الخارجيه التونسيه حتى تكون الدبلوماسيه جزءا من حل المشاكل الراهنه خاصه مع ليبيا، مع الجزائر، مع الاتحاد الاوروبي خاصه فيما يتعلق باتفاقيه الاليكا، مع القارة الإفريقية، ومع محور البريكس، يعني مع ليبيا في البداية؟ أي شوف أبش جوبك أنا عموما بصفة عامة نركزك على بعض الحاجات. المبدأ اللي كنت أقول لك عليه قبليك تو اللي كنت أحكي لك عليه هذا مبدأ الندية، مبدأ احترامي واحترام الغير، مبدأ التعامل يعني هذاك كيليبر ما هوش يد عليا ويد سفلى، ما هوش تتصرف معايا من منطقة انك قوي وانا منطقة اني انا ضعيف وتعبس عليا ولا نو انت سايب. هذا هو المبدأ اللي قمت به. ثم دينيونس فيش الدول في العالم ما هيش كلها على نفس العلاقة احنا بيها، كما انت في عائلتك مثلا علاقتك مع اخوك مش كما علاقتك مع ولد خالتك، كيما علاقتك مع جارك، كيما علاقتك مع زميلك، كيما فهمتوا كيفاش. عندنا بلدان مثلا كي ناخذوا ليبيا والجزائر اللي هما مش جيراننا، هما امتداد. بالنسبه مثلا للجزائر انا نقول لك بالدارجه
راهو ما يخمم حد باش يدخل بيناتنا. الجزائر راهي الجزائر نتاعنا واحنا نتاعها. فهمني؟ وعشرة تاريخ كبير ياسر 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 تمروا صغار برشا لكن تاريخ كبير 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 برشا. وهذاك علاش هو اليوم الشعب التونسي والشعب الجزائري هاك تشوف فيهم ما تقولش عليهم في دار واحدة. ليبيا أنا ثم حاجة ديما نقولها. أنا وقت اللي تولدت وأنا صغير كبرت في حجر مرأة ليبية كنت تسكن معنا يا رجال. كانوا موجودين برشا الإخوة الليبيين في تونس. بعد القذافي الله يرحمه وقت اللي عمل الثورة برشا رجعوا لبلادهم كل لكن كانوا موجودين برشا في تونس وعلاقات عائلة وعلاقات مسارة وعلاقات كذا وقعدتك العلاقة. أنت شوف حاجة اللي ما ننساوهاش وقت اللي صارت الثورة في ليبيا وهربت برشا عائلات وين مشاو؟ مشاو بنقردان. مش استقبلوهم العائلات الأسرة في بنقردان؟ مش كل أسرة حلت دارها وجابت أسرة ليبية؟ شكون غصب عليهم؟ حتى حد. لا دولة ولا قانون حتى حد ما غصبوا خذ. لكن وقت اللي سمعوا العائلات الليبية قاعدة شو اللي صار؟ خرجوا لهم وحضروا البيبان وتفضلوا وادخلوا نفكر رمضان جاد يظل لي ولا قريب رمضان حاجة كي ليبيا حاجة برك. أنا أعتقد وأؤمن ثم الشأن الليبي الداخلي راهو كما قلت قبيلك يلزموا يقعد في الشأن الليبي يلزم هما يقعدوا بعضهم يلزم هما يتفقوا في بعضهم يلزم يتفقوا اليوم والغدوة راهو على خاطر اتفاقهم مبنية عليه الامان والامن في ليبيا يلزمهم. طب ما نجموش يقدموا وهم مازالوا في يلزم يقدموا. شنو دورنا؟ احنا دورنا نعاونوا باش نصلحوا باش نقفوا معاهم اما قرار ما ياخذوهم مع افريقيا. واذا كان استحقونا احنا كيما تقول انت عندك خلاف في عائلتك يعني كي تقدر باش تعاون باش ترجع المياه مجاريها وتصلح النفوس وتراجع ما لازمكش تاخر بالتوالي سينو تولي ما تقومش بواجبك العائلي. هذا افريقيا والله افريقيا شوف قد ما نحكيو على افريقيا على قد ما نقول لك افريقيا ما عطيناهاش حظها من العناية ما اهتمناش بها افريقيا. والحاجه الساعه هي كما تقول انت قررتنا قرر نتاعنا احنا افارقه مع الافارقه. افريقيا ما قدش حظها وافريقيا كلها ثروات كسوة بشري او طبيعي بحيث احنا كتوانسة كافارقة رانا عنا برشا خدمة في افريقيا. نقول افريقيا ما تبوش باستغلالك لا خدموا بعضنا هم في حاجة لينا وحنا في حاجة ليهم خدموا بعضنا عنا ميادين تحت تعاون كبيرة برشا 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 برشا. بالتالي انت نقول لك حاجه انا نتفكر وقت نقل في الجامعه كانوا معانا واليوم داير برشا فرقه يجي يقراوا في تونس وخارجوا من الكليه التونسيه تاكوردو بون بالتالي اعتقد انه عنايه كبيره يلزمها تكرس في الموضوع هذا. الاتحاد الاوروبي نرجع مره اخرى وهذه باش نحوصر فيها حتى بقية الـ الـ الأجزاء متاع السؤال متاعك سمع فيها. شوف بقية أسئلة كل بشكلك حاجة برك مبدأ احنا ندخل في أي حاجة فيها مصلحة مصلحة تونس حاجة ما فيهاش مصلحة تونس. لا عمر منصور في نهاية الأسئلة مصلحة تونس قبل كل شيء. الحاجة اللي تحقق المصلحة العليا للوطن نمشي فيها. حاجة فيها أي استنقاص او مضر او حاجه احنا ما نشربحين فيها ما تقولش. ومن مرسوف في نهايه اللقاء اجبت تقريبا على كل اسئله وانت معروف بصراحتك. فقط سؤال وحيد فضل. لم تجب عنه لو تسمح نعود اليه. من تعتبره منافسا قويا لك في الاستحقاق الانتخابي الذي تنتظره تونس في الشهر المقبل او على الاقل من تعتبره قادرا على بلوغ الدور الثاني بعض الاسماء اسم او اثنين على الاقل؟ ثم فرق بين قادر على البلوغ وبين منافس. القدر على البلوغ راه يشوف ماش مربوطه بالكفاءه. قدر على البلوغ طبيعي كل مربوطه بش عندك فلوس وش عندك لوبي
تربيه ديال سي امبورطون شكون داكور دو انت المكانه نتاعك تنجم تكون راك انت متوسط ولا بعيد تماما على الموضوع وتوصل حتى ولت عندنا لغه الفلوس ولغه الماكينه بعض الاسماء هذه نقولوا فيها الناس من القائمه خليني نكمل لك الموضوع هذا ينبرشر وهذا تونسي لازم يفهموه تقولوا ينجم يكون الناس يكون باهي كفاءة قادر لكن ما عندوش ماكينه ما يخلطش عقد غادي والاخر كي تدور الماكينه وعنده الامكانيات يخلط بون قادر باش يسير دوله قادر باش يكون رجل دوله خاطر شوف راهو باش تتولى مهمه كيادر كنت مطمن باش يكون رجل دوله بحق راهو فاهم الدوله فاهم الاداره فاهم التوانسه فاهم المناطق فاهم العقليات فاهم ريت هذه خادم الدوله تعرفها يعني اللي تركنها والباهي والخايب وهذه كيفاش نتعاملوا معاها والمشكله كيفاش نتعاملوا معاها وتكون عندك رؤيه لبعيد وعندك كل نظره باش حاجه تريدوا مره اذا في القائمه النهائيه من بين 26 مرشح من تعتبره رجل دوله مانيش بنجاوب في الختام ما هي الرساله التي توجهها للشعب التونسي شوف الشعب التونسي يقول له كي تنتخب وتقعد قدام صندوق الاقتراع حط في اعتبارك حاجة برك مصلحة الوطن ردوا بالكم من حكاية الكراذن والمصوات والفلوس و... اللي هي توا قاعدة عاملة حبورة في البلاد وده الناس كل يعرفوه وقول لهم راو اللي كما كتبتوا أنا في الباج متاعي أنا قول لهم راو اللي بيع صوته راو بيع بلاده واللي بيع بلاده كينو بيع أمه عمر ورسول مرحبا بيك في تونسي نميري بربي زيد كلي مخر شبابنا نقول له شوف ما ترخش شبابنا نقول له ما تعيسش راهو احنا سفري كيقول احنا يعني بلادنا بصفة عامة راهي لم تحسن تصرف مع الشباب الشباب استعمل منذ سنوات مش من اليوم ولا من البارح الشباب مستعمل للمناسبات عملنا التظاهرة يلزمنا حاجة شبابية عاد باش نعملوا ندخلوا في حاره سياسي لا مو يزلنا شويه شباب عاد باش نزينوا به فهمتني من ساعه نعملوا اي نعملوا كذا شو اسمه هذيك استشاره وطنيه شبابيه كنعملوها مريره في العام ونلموا الشباب وريري وكذا وبعد كذا اليوم حتى في الحركات السياسيه يجيبوا الشباب معاش يكونوا فيهم شنو هو التكوين اللي يسميه شنو يقول وبعد يكملوا بالحمله ويقولوا سبحان الله داكوردو اي بقى على الغالب داكوردو انا نمشي نتوجه للشباب يقولوا شوف راهي بلادنا راهي فيها خيرات ربي بلادنا ممتازه بلادنا جميله وبلادنا راهي قادره باش تخدم ولادها الكل المهم فقط وانه نخدموا الناس الكل قول ما تعيسوش ما تهربوش وراهو اليوم احنا لهنا لازم نخدموا باش نرجعوا لخرجوا عمر منصور مرحبا بك على تونسي نميريك شكرا